الهدف من دراسة أسماء الله وصفاته أن يكون لها أثراً في حياتنا، وأن نعلم عظمة الله عز وجل عندما يعاملنا بكرمه وجوده وإحسانه، فنبدأ نحن في أنفسنا نتأسى بهذا الخلق العظيم وبهذا الأمر الجلل. عندما نعلم أن الله عز وجل رحيم فلنرحم الناس، وعندما نعلم أن الله كريم فلنتصف بهذه الصفة، وعندما نعلم بأن الله ستير فلنتصف أيضاً بهذه الصفة. حديثنا اليوم عن اسم الله الستير، والستير يا كرام هو الصحيح وليس الستار ولا الساتر. وهذا الاسم لم يرد في القرآن ولكنه ورد في السنة، وهي صفة عظيمة من صفات الله، وكل صفات الله عظيمة، ولكن إنها والله من أعظم النعم التي يمن الله بها علينا، إذ لولا ستر الله، والله لولا ستر الله لفضحنا والله، وإلا كم هي الأخطاء التي معنا، كم من الزلل، وكم نخطئ في حق الله، ولكن الله كريم يغفر ويرحم ويستر. وعندما نتعامل مع الستير لابد أن نعلم أننا نتعامل مع ملك ليس بعاجز. عندما تريد أن تؤمن بقضية الستر من الله فلتعلم أن الله يكشف كل شيء، فهو الذي قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هو محيط بعباده جل جلاله ومع ذلك يسترهم. وتعلم أيضا أن لله ملائكة تصبح وتمسي معك يسجلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو إذن أيضا محيط بك من خلال ملائكته عندما تحصي كل أعمالك وأقوالك، ومع ذلك يسترك ولا يفضحك. وعندما تؤمن أيضا أن الله عز وجل لا يتعامل معك وهو ليس بقادر عليك، أحيانا تستر على إنسان لأنك ما تقدر تسوي شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ قد تجد فضيحة، تجد مشكلة، لكن ما تقدر تعمل شيء، ليس بيدك شيء، لكن هل الله ينطبق عليه هذا؟ هل يعجز الله شيء في الأرض أو في السماوات كلها؟ جل الله عز وجل. إذن عندما تؤمن أن الله مطلع، أن الله محيط، أن الله قادر على كل شيء، ومع ذلك يتعامل معك بستره، لا وخذ هذه، هو يتعامل معك بستره ما هو لأنه محتاجك. أحيانا أنت تجد إنسان لك عنده مصلحة فيخطئ فتسكت، لماذا؟ محتاج أنت لهذا الإنسان. هل ربنا محتاج لنا عشان يسترنا؟ لو أن أولكم يقول الله وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ماذا ننقص ملك الله؟ إذن هو ليس بحاجتنا، غني عنا، ومع ذلك يعاملنا فوق هذا كله بستره. هذا فضل الله، فلنحمد الله يا إخوان على هذه النعمة. الستير يعاملنا جل جلاله ونحن أصحاب خطأ، وذنوب العباد نوعان: ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. الذنوب الظاهرة هي المنكرات العلنية الظاهرة، وهذه فيها وعيد مهم انتبهوا له يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا من إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ قال: الذين يصبحون يسترهم الله فيفضحون أنفسهم. يعني سافر
ووقع في ذنب فيأتي ينشر صوره بين الناس. يا أخي سترك الله أسكت. يصبح أو يمسي الليل كله على ذنب من الذنوب ثم يصبح ينشر هذا الذنب ويخبر الناس وتبجح. أسكت سترك الله أسكت، لا تتكلم. إن من نعم الله عليك أن الله يعني أحياك بعدما أماتك، فلا تفضح نفسك. أنت لم تفعل الذنب بقوتك وإنما بنعم الله عليك، ومع ذلك شف تعصيه بنعمته، يعني شفت الشيء المحرم بعينك والعين نعمة، أو سمعت أو قلت أو بعت واشتريت، هذا كله من الله، أليس كذلك؟ إذن أنت تعصيه بنعمة الله. ثم ينظر الله إليك وأنت تفعل الذنب فيسترك بستره ويحلم عليك، ما يعاقبك. ايش رايك انت الان لو احد يخطئ في حلالك وملكك، هل ترضى؟ لا، تسكت وتنتقم وتوقف هذا الانسان او تفضح. اما الله ينظر اليك كل ليله وانت تعصيه ومع ذلك يعاملك بحلمه جل جلاله، فتصبح وقد سترك الله ونعمك معك ما نقص منها شيء، ما زلت تتنفس، آمن في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت ايامك، ما زال كل شيء ما على ما هو عليه. شوف كرم الله عليك وسترك، ثم تأتي تفضح نفسك كأنك يعني تتحدى الله. عشان كذا كل الأمة معافى إلا المجاهر. انتبهوا يا أخوان من المجاهرة، هذا في الذنوب الخارجية. الذنوب الباطنية مثل إيش؟ مثل الحسد، مثل الحقد، مثل الانتقام، هذه الذنوب في الداخل في القلب ما أحد يعرفها إلا الله. هذه الذنوب متى تطلع؟ تطلع في ثلاث مواضع، وأسأل الله ألا يفضحنا يا إخوة، لأن كل إناء بما به ينضح، واللسان مغرفة الفؤاد، وإذا أردت أن تعرف ما في جوف الإنسان ففي ثلاث مواقف تستطيع أن تعرف هذا الإنسان. عند الغضب ينفضح الإنسان، لأنه في حال الغضب يبدأ يتلفظ بالألفاظ الموجودة في قلبه. في ناس إذا غضب قال الله يهديك، وفي ناس إذا غضب لم يبقى وسيلة شتم إلا وأخرجها فيك، هذا الخلق الذي في قلبه خرج. الثانية عند حظوظ النفس، الترقيات، الأموال، البيع والشراء، هنا يظهر ما في الداخل. هل أنت إنسان نقي تقي؟ من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من هم أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف لنا أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. يا رب اجعلنا منهم يا رب. إذن عند حظوظ النفس يظهر الذنب الذي في الداخل. والموقف الثالث الذي تظهر ما فيه ما في البواطن في مسائل الحسد، عندما يمدح أحد عندك ويثنى على أحد أو تنظر إلى نعمة أحد، انظر إلى ردة فعلك. ردة فعلك تخرج ما في قلبك. هل أنت تفرح لفرح الناس؟ أنت نقي بإذن الله تعالى. هل أنت تغضب لفرح الناس وتتضايق وتشمئز؟ حاول أن تصلح حالك، فالباطن عندك فيه مشكلة. هذه الذنوب هذه كلها يسترها الله، فلا نخرجها نحن، نستر أنفسنا ما دام الله سترنا. أيضا في الستر يا إخوة يجب أن تعلم أنك كما تدين تدان، تستر يستر الله عليك، تفضح يفضحك الله. قال عليه الصلاة والسلام يا الله ما أعظم هذا الحديث، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انتبه الآن يا إخوة، عندنا مشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي، في جوالك عملوا إحصائية فوجدوا وللأسف أن من أكثر المواضيع التي تفتح الفضائح،
الفضائح، نفرح عندما نشوف فضيحة، بالله انظر إليها قبل أن تحذف. أليس هذا واقع مرير؟ هذا تتبع عورات الناس. من تتبع عورات الناس أنك تبدأ تسأل زوجتك، تسأل إخوانك، تسأل أخواتك، كيف أهل هاك البيت، كيف أشكالهم، إيش مشاكلهم، إيش قالوا، إيش أخذوا، إيش أعطوا، تحرث. هذا كله من تتبع العورات. فإذا الذي يتتبع العورات يفضح. طب والذي يستر؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ألا تريد ستر الله؟ يسترك الله في الدنيا بألا يظهر مشاكلك وعيوبك، ويعطيك الفرصة لأن تتوب وتصلح حالك. لأن والله يا أخواني شوفوا، أول ما فعل بالرسول بآدم عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال الله عنه: أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من أول ما فعل أن ستر آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما عوقب هو وحواء ماذا فعل الله بهم؟ انكشفت العورات ففضحوا. عقوبة. شوف الستر نعمة والفضح عقوبة. فلذلك أستر يستر الله عليك، وأستر يعاملك الله بفضله. ضا يا إخوة أن الإنسان إذا استطاع فعلا أن يستر على الناس أنه موفق. ولذلك سبحان الله يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني عندما تجلس في مجلس فيبدأون يتحدثون بإنسان، إن شاركتهم أنت فقد وقعت في الغيبة، وقعت في تتبع العورات، وقد تكون أحيانا وقعت في النميمة وأنت لا تشعر. هذا مشكلة، كل هذه مشكلة. ويمكن تقع فيما هو أعظم، ألا وهو البهتان، وهذه كلها مصائب. لكن إن رددت عنه وعن عرضه، اتركوا الرجل، اتركوا المرأة، لا تتحدثوا عن فلان أو فلانة، اتقوا الله، ما عرفنا عنهم إلا كل خير، وإذا لديهم أخطاء فهذا بينهم بين الله، من أنتم حتى تكشفون أستار الناس؟ هنا أنت يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. فأيهم تحب؟ تحب أن تكون فاضح أو ساتر؟ الله ساتر، كن ساتر. أيضا يا إخوة، الستر سبحان الله يكافئك الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. ولا يمكن أبدا أن يكون هناك إنسان يعيش بين الناس يسترهم إلا ويجد من الله مقابل هذا الأمر ستر وعفو وصفح. خلونا نعطيكم قصة سمعتها من الشيخ النابلسي، جميلة جدا القصة. يقول: جاء رجل إلى قرية من القرى يسأل عن شخص هو لا يعرفه، واحد يدور واحد هو ما يعرفه، قال: يا جماعة وين فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا: فلان ابن فلان الفلاني هذاك الرجال هناك. فلما ذهب إليه وإذا به شخص بسيط عادي، إنسان يعني ليس لديه ميزة عبادة ولا طاعة، إنسان عادي جدا. فجاء إليه وقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: يا أخي أنا أريد منك أن تخبرني بالعمل الذي بينك وبين الله والذي لا يعلم به أحد إلا الله. قال: أي عمل تقصد؟ قال: في عندك أنت عمل تعمله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وأنا أتيتك من مكان بعيد. لماذا؟ لأن في شيء صار لي علي بسبتك. أنت عندك عمل خفي، ما هو؟ وش سويت بينك وبين الله؟ ألح عليه، أصر عليه حتى أخبره. قال: نعم، أنا تزوجت بقريبة لي. يقول: فلما تزوجت عليها مسكتني بعد الزواج وقالت: استرني سترك الله. قال: وش فيك؟ قالت: أنا حامل من غيرك، ولو علم أهلي لقتلوني مباشرة، وأنا بين يديك، إن أردت أن تخبرهم فافعل، وإن أردت أن تسترني فاسترني سترك الله. يقول: فأسكت الرجل. قل: أسكت وتحملت الأمر على مضض، وخرجت من البلدة التي أنا فيها وجئت إلى هذه البلدة لا أحد يعرفني فيها. يقول: فلما زوجتي يقول هذه منعتها عن الناس، ما تقابل أحد حتى ولدت. يقول: فلما ولدت أخذت طفلها في آخر الليل
وذهبت إلى باب المسجد، لما شفت الناس دخلوا المسجد يصلون يقول رحت وراء باب المسجد وحطيت الولد ورحت أصلي مع الناس. يقول صلينا وخلصنا من الصلاة، فلما انتهينا من الصلاة صاح الطفل، تجمع الناس، هذا ابن من؟ هذا ولد من؟ من يعرف هذا الولد؟ فقال لهم هذا الرجل، خلاص ما دام ما تعرفونه أعطوني إياه وأنا أربيه، لكن اشهدوا هذا ليس بابني وإنما هو لقطة وجدته في المسجد. فأخذ الابن يقول أخذته وأعدته إلى أمه وقلت هذا ابنك بين يديك الآن ربيه، أنت الآن سترتي أمام الناس كلهم وربي هذا الابن. قال طيب أنت الآن أعطيتك قصتي، ماذا فعلت أنت؟ وش اللي صار لك؟ قال رأيت رسول الله يبشرك بالجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن فلان في الجنة بسبب هذا الفعل. ما أعظم الستر يا إخوة. إذن الستر إحنا نحتاجه في حياتنا، فلا نتتبع يا إخوة، لا نفتح المجال لجوالاتنا، لا نفتح المجال لهواتفنا، لا نفتح المجال لمجالسنا. اسكت، انشغل بنفسك، والله عندنا من العيوب ما يكفي حتى نبدأ نتتبع عورات الناس ونتصيدها. الستر نحتاجه يا إخوان والله يوم القيامة. ولذلك من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده يوم القيامة الستر. أين يكون الستر؟ يوم القيامة الناس تحشر حفاة عرى، إلا أهل الإيمان يسترهم الله عز وجل ويكسوهم، وأول من يكسى هو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يجمع عليك الأذية. هل أنت عندك استعداد تخرج أمام الناس عريان؟ سترت عورة كل حياتك في الدنيا، فهل يفضحك الله يوم القيامة؟ مستحيل. والموقف الأعظم يوم أن تنصب تلك المحكمة العظيمة، محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهودها ألسنتنا، أيدينا، جوارحنا، أرجلنا، الأرض التي نمشي عليها، والقاضي هو الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير، وأنا وأنت مع الخلائق نحشر حتى نقف أمام هذه المحكمة الكبرى، ثم ننادى يا فلان ابن فلان قم، فتأتي تحمل سجلاتك، كتبك، أعمالك التي قدمتها في الدنيا. المجرم ينظر إلى الكتاب فيقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت إن كنت من الذين فازوا برضا الله، من الذين أحبهم الله، من الذين سبقت لهم الحسنى من الله، فأبشر والله بالفرج. كيف الفرج؟ تنادى حتى إذا انطلقت البشر كلها خلفك والله عز وجل يحاكمك، فتقف بين يدي الله. الذي يعمله بك الله أن يسترك الله بستره، فلا يراك أحد إلا الله. تقف أنت لحالك للحساب، الناس ما عاد شافتك، خلاص ما أحد يتصرف في ذلك الموقف إلا الله. فيبدأ الله عز وجل يعرض عليك الأعمال، لا يحاسبك، لأن من نوقش الحساب هلك. فالمؤمن إذن تعرض عليه الأعمال، يبدأ يقول لك الله تذكر اليوم الفلاني، لازم تعلم أنك ما دخلت الجنة إلا برحمة الله. هل تذكر أعمالك في السنوات الماضية؟ ما أحد يذكر، كلنا نسينا، لكن الله ساترنا. ولذلك يبدأ ربنا جل جلاله يقول اقرأ، تذكر يوم كذا وذنب كذا وفعلت كذا وأخذت كذا وبعت كذا واشتريت كذا، فتنظر فإذا بالذنوب. فيقول الله عز وجل سترتك في الدنيا وأسترك في الآخرة، هذه الذنوب كلها قد بدلناها إلى حسنات. يا لها من فرحة عظمى والله. فيا من تريد ستر الله في الدنيا وفي الآخرة، الآن هو وقت العمل، ليس غداً.
الآن هو وقت الإقبال على الله. عامل الناس بالستر ليسترك الله، كما أنك إذا عاملت الناس بالرحمة يرحمك الله، عامل الناس بالستر يسترك الله. وانشغل بنفسك واترك الناس، اترك عيوب الناس، اترك عورات الناس. لا تفرح بالمنظر المسيء، ولا تفرح بالخبر المسيء، ولا تفرح بفضيحة أحد، وبذلك تكون صافي النية، طيب السريرة، سليم النفس، وتقبل على الله وقد رضي الله عنك. إذن الستير هو المبالغة في الستر، والستير صفة يمن بها الله على عباده، فهنيئا لمن كان لهاته الصفة أثر في حياته وأقواله وأفعاله. أسأل الله تعالى أن يسترنا بستره. اللهم استرنا بسترك يا حي يا قيوم، اللهم استرنا بسترك واجعلنا من الراشدين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.